اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج اخبارنا النهارده حلقه صعبه جدا 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 حلقه علي انا شخصيا صعبه جدا حلقه بعد ساعات قليله من خساره الزمالك امام الوداد في دوري الابطال انا مشكلتي مش في الهزيمه الرياضه مكسب وهزيمه هي كده هي دي الرياضه انا مشكلتي ان انا بغير على ناديه انا مشكلتي اللي انا بغير على تشيرت نادي الزمالك بغير على اسم نادي الزمالك على تاريخ نادي الزمالك على شخصيه نادي الزمالك نفسي اللعيبه كلها تحس نفس الاحساس نفسي كارتيرون يوصل نفس الشعور واحس نفس الاحساس ونفس الشعور مش بنرفزه في الملعب مش بخناقه مش بزعيق مش اللي انا ازق اللاعب اللي بيزق الكره ده كله بالنسبه لي مش مهم انا النرفزه في شخصيه الزمالك ازاي يكون اجريسيف داخل الملعب لكن على الكرة. مش على الخصب. ازاي اكون بخاف على اسم ناديه بخاف على اسم يا سيدي خاف على اسمك كلاعب خاف على اسمك كانسان محترف احترف الكوره صحيح العب الكوره علشان المكان اللي انت فيه اخلص لناديك نادي الزمالك مش انا اللي هقول اسمه قد ايه مش انا اللي هتكلم على تاريخ نادي الزمالك واسم نادي الزمالك اسم الزمالك وتاريخه افريقيا كبير جدا 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 لكن الزمالك اهدر تسع نقاط في اول ثلاث لقاء انا شايف ان احنا اهدرنا تسع نقاط صراحه مش ده الوداد بتاع 2017 مش ده الوداد يا جماعه مش دي قوه الوداد مش ده الوداد اللي انا اروح اتاخر منه 3 واحد في ارضه مش هو ده 2007 اسف مش 2017 يعني مش ده الوداد يا جماعه مش ده الوداد مش هو ده الوداد اللي انا اروح ألعبه اخسر منه ثلاثة واحد وده 2017 معروف بقوته وبطولة افريقيا لما كان عنده بين شرق ونجم لما كانوا بياخدوا افريقيا لما كانوا بيلعبوا لما كانوا خايفين على نفسهم في الملعب دلوقتي انت في الزمالك لازم تعرف قيمة الزمالك محدش يقول لي اصل الجماهير اثرت اللعيبة دي لعبت نهائي كونفدرالية في استاد هنا برج العرب وكان فيه جماهير تهز كل مكان بقالنا فترة الجماهير بتظهر شفنا الجماهير في افريقيا اللعيبه كلها شاف الجماهير فما عندناش فكره اصل بره واصل في ملعبنا واصل في ملعبهم شفنا شخصيه الزمالك امبارح بالظبط بالظبط في اربع دقائق عشان اكون صريح معاكم ممكن خمس دقائق كمان شفنا شخصيه الزمالك لحد ما الزمالك جاب جون وفجاه فجاه كده تقهقرنا ورجعنا في نص ملعبنا والغريب اللي احنا رجعنا في نص ملعبنا ولا كنا بندافع ولا كنا بنمسك كرة ولا كنا بنشتت ولا كنا بنبقى وما كناش عارف بنعمل ايه فجاه حسيت ان الزمالك فجاه جاب جون ولم شنطته ورجع على طول شكرا جبنا جون نرجع القاهره بقى فالموضوع بجد صعب جدا على جماهير نادي الزمالك وهرجع اقول مشكلتي مش في الخساره مشكلتي مش في التعادل مشكلتي ان انا بغير على ناديه اعمل اللي عليك اجتهد اتعب ابذل مجهود وفي الاخر ربنا يوفق تكسب تتعادل تخسر ايا كان ماتش بترو اتلتيكو عملنا اللي علينا وزياده ضيعنا بدل الفرصه 2 و وأربعة وخمسة ومش باستهتار كره بتيجي في العارضه كره بتيجي في القائم الحارس بيتالق بس انت عملت اللي عليك ما قدر يتكلم كلنا طلعنا قلنا شابو لعيبه الزمالك شكرا على المجهود واللي جاي يكون افضل ماتش سجرادا كره عندتك بس انت برضه ما كنتش بالشخصيه القويه ما كنتش اسم الزمالك اللي رايح يكسب سجرادة بره ويضمن مكان محترم في مجموعه خلينا نتكلم بواقعيه احنا حتى الان عندنا امل حتى الان عندنا فرصه قويه حتى الان لسه نقدر نكمل اه بدايه حذرنا منها كلنا كل عشاق الكيان طلعوا اتكلموا قالوا يا جماعه بدايتنا في مجموعه بدايه حلوه بدايه موفقه هنلعب بترو اتلتيكو في القاهره نروح نلعب سجراده في انجولا نفوز في اللقائين ستة بنت نشوف بقى نعمل ايه مع الوداد في الوداد لو تعادلنا مش هنزعل نرجع هنا نكسب نصعد نبمن صعدنا كده من اول ثلاث اربع لقاءات وحذرنا قلنا يا جماعه ارجوكم نركز ارجوكم ما نكررش السنه اللي فاتت ارجوكم نتعلم من اخطائنا ولكن نفس اللعيبه كرروا نفس الاخطاء بنفس المشاكل ومش هطلع اقول لعيب كان كويس لعيب كان وحش الكوره لعبه جماعيه رياضه جماعيه الفرقه كلها غلطت الفرقة كلها اخطات اه طبعا ممكن حد يقول ابو جابل اخطا في الكورة في ان اخطا في الكورة طبعا اخطاء فادحة اخطاء فادحة ما يغلطش فيها لعيبة صغيرة بس ممكن ده يحصل ممكن لعيب يغلط يعني طبيعي ناس كبيرة جدا بتغلط في كورة في كرتين في ماتش في ماتشين ولكن كل الاخطاء تتجمع في خمس لقاءات ورا بعض في سبع لقاءات ورا بعض فده موضوع صعب جدا جدا يا ريت نركز يا ريت ما نفقدش الامل احنا ما نفقدش الامل في الصعود لسه ثلاث لقاءات امامنا بجد بجد لازم اللعيبه تعرف ان الثلاث لقاءات دول حقيقه موت انزل كل النجيله انزل اعمل اللي عليك عندنا ثلاث لقاءات مهمين جدا 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 املنا ضعيف اه املنا ضعيف مش هكذب عليك واقول احنا املنا كبير ونقدر نوصل بسهوله ولكن لسه قرارك بايدك لسه تقدر تفوز ثلاث لقاءات وتفصل دماغك عن كل الحسابات لسه ما شغلناش الاله الحاسبه لسه فيا ريت ما نضغطش اكتر من كده على نفسنا يا ريت نشوف الجماهير بتتاثر وتتعب وتتضايق قد ايه فوز ثلاث لقاءات اللي جايه يكون صلح للجماهير يكون صلح لنفسكم يكون صلح للزمالك والاسم الزمالك الكبير اسم الزمالك هيفضل كبير باي حد ده مهم جدا اسم الزمالك هيفضل كبير بأي حد. بأي حد كلام كتير حابين نتكلم فيه عن اللقاء اللي جاي في أفريقيا واللقاءات الجاية في الدولة نتكلم فيها إزاي نقدر نصحح الأخطاء إزاي نقدر نلم أوراق لعبتنا إزاي بقى العيوب الفنية اللي بيقع فيها كارتيرون بقى له فترة بقى فترة بيعمل حاجات غريبة كل لقاء بتشكيلة بشك بخطة بشكل في لعيبة أنا ما كنتش عارف بيعملوا إيه في الملعب والله امبارح بتفرج بقول هو فلان ده بيعمل ايه في الملعب؟ مقدرش اقدرش اعيب على اللاعب في كل حاجه برضه ما في مدرب بيقول له هتعمل واحد اتنين تلاته في تاكتكس بيلعب عليه ده حرمتنا من زيزو امبارح امبارح زيزو الكره الوحيده اللي راح فيها على الجبهه اليمنى جاب جون يا معلم الكره الوحيده اللي راح يمين جاب جون انت امبارح حرمتنا من اوباما حرمتنا من قوه شيكا اللي احنا عارفينها على الونجات حرمتنا من قوه زيزو ليه؟ وبقى مش مفهومه كلام كتير هنتكلم فيه النهارده مع ضيفنا نقدر نشرح فنيا ايه ممكن يحصل الفتره اللي جايه بس في حاجات بتحصل في غرفه الملابس في حاجات بتحصل مع كباتن الفرقه كباتن الفرقه لازم تقعد تتكلم لازم شيكابالا عبد الشافي يقعدوا يتكلموا يقولوا يا جماعه ما ينفعش اللي بيحصل يقولوا يا جماعه لازم نلعب بشراسه لازم نلعب بقوه طبعا لازم شيكابالا يتكلم عبد الشافي يتكلم مع خط الدفاع طارق حامد يتكلم مع نص الملعب يا جماعه في ايه فين الشراسه بتاعتنا؟ كابتن حازم يتكلم كل كباتن الفرقه المشكله بقى يا جماعه ان الزمالك فيه كباتن عندهم شخصيه قويه يقدروا يتكلموا لازم يتكلموا لازم يتكلموا على اللعيبه لهم يا جماعه ما ينفعش ما ينفعش والكلام ده بيكون بين اللعيبه وبعض في الملعب انا امبارح كنت مستني حد من اللعيبه يزعق في نفسهم حد من الفرقه يزعق في الفرقه يقول لهم ايه يلا ادعوا انتوا فين نشد حيلنا نقف على رجلنا دخل فينا الجون الاول والتاني من اخطاء مفيش مشكله ننزل نقاتل الشوط الثاني ما ما, تقهقرش مره تانية ما يخشش فيا جون ثالث من هجمه مرتده وانا اصلا ما كنتش بهاجم فمش عارف الهجمه مرتدة جت عليا ازاي اصلا انا ما كنتش بهاجم وجا عليا هجمه مرتده ما اقعدش طول الشوط الثاني ونص الشوط الاول ببني اللعب على محمود علاء بدي الكوره لمصطوسي وارجع لمحمود علاء والعب الطويله على بن شرقي والكوره كل مره بفقدها كل مره بفقدها طب العبها طول الماتش ليه كلام كتير كتير لازم نتكلم عليه لازم يكون في جوه الملعب شغل لعيبه المدرب قال حاجه ما بتتنفس اللعيبه لازم تظهر كل الناس عارفه ان الكوره مش فقط لعيبه مش فقط مدرب ميكس الاثنين ما مدرب مش بيقول لك هتلعب دي ازاي وتروح فين وبتطلعها ازاي وبصيها ازاي نلعب باخلاص للتيشيرت العب باخلاص لنفسك ابني لمستقبلك يا سيدي مش هقول لك بقى كله عشان الكيان طبعا كله عشان الكيان ولكن الزمالك مكمل باي حد ولكن اسمك كلاعب فين اسمك انت كلاعب فين الكره القصيره بنلعبها طويله الكره الطويله بنلعبها قصيره الكره الضعيفه بنلعبها قويه الكره القويه بنلعبها ضعيفه بحس ان احنا بنعاند الكوره مش هي اللي بنعاندنا يا ريت نسهل الامور على نفسنا يا ريت نبدا نرجع تاني نصحح المسار ونشتغل بشكل جيد ونذاكر خصومنا بشكل قوي والزمالك اكيد اكيد قادم في اللقاءات اللي جايه والبدايه ان شاء الله تكون في الدوري في لقاء فيوتشر لقاء قوي جدا جدا ولكن قبل ما نتكلم عن لقاء فيوتشر نحن اتكلمنا عن الوداد ومشوار نادي الزمالك افريقيا واللي هو خلاص اتصعب بشكل كبير